أول خبر معانا النهاردة عن بعثة الأهلي اللي اتنقلت امبارح من مدينة طنجة للعاصمة المغربية الرباط علشان تستعد لمباراة القرن مع بطل أوروبا ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء الساعة 9. وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حريص على أنه يستمر في تدريباته الجماعية للفريق من غير راحة بعد الفوز على فريق سياتل الأمريكي عشان يستغل كل دقيقة وكل ثانية في تجهيز الفريق للقاء المرتقب والمواجهة النارية مع النادي الملكي سواء على المستوى البدني أو المستوى التكتيكي. وشملت التدريبات برضو تجهيز ثلاثي حراس المرمى علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف على إيد ميشيل يانكون قبل ما ينتظموا في التدريب الجماعي مع الفريق. نتمنى لكل اللاعبين والجهاز الفني التوفيق وبنقول لهم إحنا كلنا معاكم، إحنا كلنا في ظهركم. الحقيقة